ستي بقى وعرفت لك اخبار مدهشه. انت عارفه بقى اللي ساكن في الفيلا اياها بيشتغل ايه؟ بيشتغل مدير بنك بحاله. وعرفتي اسمه ايه؟ اللي عرفت اه طبعا البنك يا ست اسمه بنك الفتوح. لا فتوح يا فهيمه، بنك البنك المفتوح. بنك الانفتاح؟ صح، بنك الانفتاح. انت متاكده؟ ايه اللي متاكده؟ ده انا واخده الاخبار دي من وكاله انباء معتمده. بتقولي وكاله انباء؟ ايوه يا حبيبتي، بواب الفيلا هو اللي قال على الاخبار دي بنفسه. اصل المنيل على عينه وقف في دباديبي. قال ايه؟ عايز يتاهل بيا قبل ما يفوت القطر. ما عرفتيش حاجه تانيه؟ لا عرفت يا حبيبتي، اخبار تجنن برضه. عرفت بقى ان الموقوس مدحت كل يوم والتاني يرش هدايا على مدير البنك وعيلته. ايش بقى تلفزيونات ملونه وايش موكيت وايش ورق حائط من اللي بنشوفه في التلفزيون وايش فيديو ثلاثه سكام ولا اتنين باليه. ازيك؟ فاكراني؟ اه صباح الخير، ازيك يا صافي؟ صباح الخير، ازيك انت؟ اتفضلي اقعدي معايا، ده انا قاعده من الصبح زهقانه لوحدي. مبروك، ده انت ابتديتي تلويني اهو لبستي احمر. لا وبيني وبينك وقع في حب كبير قوي. لا يبقى خلاص بقى هتخشي المصيادة وتتجوزي؟ ها؟ ما افتكرش. ليه هو الحب وحش؟ محدش قال وحش، بس اخرته ايه؟ الحب حلاوته انه ما يبقالوش اخر. انا كنت فاكره كده زيك، لكن للاسف طلعت عايشه في وهم. انتي ما تصوريش انا عملت ايه عشان خاطر مدحت جوزي، ياما وقفت جنبه، كل اللي وصل له ده بمساعدتي انا. هو انتوا اتجوزتوا عن حب؟ ايوه، بس هقولك على سر يمكن تستغربيه. قبل ما اتجوز مدحت جوزي كان متجوز واحده الظهر اي كلام، عملت عامله مهببه دخلتها السجن. انا ما كنتش عارفه الحكايه دي في الاول، وكل ما اساله عليها يقولي عيانه، ولما عرفت الحكايه دي هي اتواجهت بيها، وقلت له يا تتجوزني دلوقتي حالا يا اما مش هتشوف وشي تاني. قولي لي يا صافي، هو ما قالكيش هي دخلت السجن ليه؟ لا انا ما سالتوش. طب مش يمكن مظلومه؟ مظلومه ايه بس؟ بقول لك رد زبون. وكان عنده منها اولاد؟ لا، بس في يوم من الايام كانت عايزه تلزق له عيل، انا خليته ما يعترفش بيه. وعرفتي ازاي انه مش ابني؟ عايزه تقولي ان واحده دخلت السجن يبقى عندها اخلاق. عندك حق. انا لو من جوزك لازم اعمل لك تمثال. ولو ما عملكيش التمثال يبقى ناكر للجميل. يا ريت تقولي له الكلام ده عشان يقدر. اول ما هشوفه هقول. خلاص هو زمانه جاي دلوقتي، اصل النهارده هيسمع خبر هيفرحه قوي. ايه خير؟ دي مناقصه هترسي عليه، اصل مدحت جوزي بيحب الشغل جدا. الحقيقه كان نفسي استنى واسلم عليه بس مش هقدر لان عندي ميعاد مع الجو، ولما بتاخر بيزعل مني قوي. لو حق طبعا. لا باي باي. باي باي. خلينا نشوفك عشان نرغي. ها؟ ان شاء الله. باي باي. باي. ليه ما اتصلش؟ جوه في اوضه المكتب يا فندم. اوضه المكتب؟ ايوه يا فندم. من امتى؟ من حوالي ساعه. طب روحي. ما تقول حاجة، بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ سايبني مقطوعة في النادي مستنياك وحضرتك قاعد لي هنا وكمان مش عايز ترد؟ طبعا ما سيادتك داخل على المليون، لكن انا مش ممكن استحمل الحال ده. انا لازم. كفاية بقى، كفاية كفاية. ارجوكي ارجوكي سيبيني في حالي، انا مش عيلك. يا سلام، يا ترى ايه السبب المرة دي؟ ولا عشان خلاص مارست عليك المناقصة الدنيا مستيعاه؟ مناقصة؟ المناقصة طارت. طارت يعني ايه؟ انت مش كنت مالي ايدك منها؟ ودفعت 100,000 جنيه رشوة، 100,000 جنيه، وفجأة بعد ما رست عليا اتسحبت لمكتب النائب العام وكل أعضاء اللجنة تحولوا للتحقيق. ما هو انت برضو اللي غلطان يا مدحت، 100 مرة قلتلك ما تمشيش شغلك بالطريقة دي، لما بتسلم مرة بتقع في التانية. أنا طول عمري بمشي شغلي بالطريقة دي،
لو ما عملتش كده هبقى غبي وشغلي عمره ما هيمشي. ما ديك شفت النتيجة اهي. النتيجة مش طبيعية. أكيد أكيد حد عرف حاجة وبلغ. بلغ؟ ساعة البيت في بوكيه ورد جه لحضرتك. بمناسبة إيه؟ تعيش وتاخد غيرها. معناه إيه ده؟ تلاقيه بعت واحد من اللي كسب منك المناقصة. أنا رأيي ولا يهمك. انسى الموضوع خالص. خليهم يحس إن أنت ولا همك حاجة. إيه رأيك؟ تيجي نسافر نتفسح في أوروبا؟ أنت إيه؟ ما بتفكريش غير في نفسك ومزاجك وبس. انت ايه؟ انا خلاص زهقت. عيش هتأثر العمر. كان عندك حق لما قلتيلي تعرفي على مراته. اما طلعت حتة ست. ايه؟ حقيقي ما جمع الا موفق. ايوه كده. خليها تاخد لك بطارك منه. طاري. طاري انا اللي هاخده منه ومنها. وهتشوفي. يخرب عليك يا عادل، انت ما بتتكلمش جد ابدا. هو حد لاقي ضحك اليومين دول؟ ده بكره مستورده بالدولار. على رايك يا اخي. صباح الخير يا صافي. اهلا. ازيك يا ميرفا؟ عادل زميلنا في النادي. ميرفا صاحبتي. ما تقعد يا ميرفا. قومي بينا نتغدى في حته هاديه. والله فكره، بس على شرط ميرفا تيجي معانا. وجوزك؟ ماله جوزي؟ لو شافك. لو شافنا نقول ان عادل خطيبك. طيب ولو الجو شافني؟ خلاص نقول ان عادل خطيبي انا. معلش يا صاحبي مره تانية، لاني جاي اقعد نص ساعه وعندي ميعاد. اخصى عليك. طب يا عادل خلاص مش هقدر اجي معاك لوحدي، انت عارف. طيب زي ما انتوا عايزين امشي انا عشان عندي رحله كمان ساعتين. اوكي باي باي. باي باي. اسمع ما تنساش تجيب لي حاجه حلوه. احلى منك مش هلاقي. باي باي. باي باي. باين عليه شاب لطيف قوي. فعلا دمه خفيف اهو، بيخفف عني الهم اللي انا شايفاه اليومين دول. جوزك برضو؟ ايوه يا ستي، واليومين دول عنده مشروع كبير، وطول النهار والليل سايبني وقاعد مع مدير البنك. لما خلاص طهقت. ما هو كله برضو عشانك يا صافي. عشاني انا؟ لا مش عايزه، طهقت. صباح الخير يا بنتي. من فضلك اوضه المدير. اتفضلي. شكرا. مع السلامه يا بنتي. انا تحت امرك. الحقيقه انا كنت جايه بخصوص قرض بنص مليون جنيه، لاني داخله مشروع هيزيد عن مليون جنيه. مشروع ايه يا فندم؟ انتاج بيت ودواجن. يا ريت سيادتك تعملي لنا مذكره تفصيليه للمشروع وطريقه تمويله والضمان. ضمان؟ ايوه، عقارات مثلا، سندات. حضرتك طبعا عارف. غريبه، مع ان مدحت ابن اختي قال لي غير كده. مدحت مين يا فندم؟ المهندس مدحت عبد الفتاح، ما هو اللي وصاني اجل سيادتك، وقال لي اني حاضر اخذ من البنك قرض من غير اي ضمان. مش ممكن، قوانين البنك لا يمكن تسمح بحاجه زي كده. معلش القوانين خليها على جنب شويه، انا مدحت مديني فكره وانا جاهزه تحت امرك. تحت امري في ايه؟ انا هدفع زيه واكتر. يا فندم مفيش كلام زي ده هنا. والمرسيدس الزيتي والشيك ابو مليون جنيه اللي متحول من فرع المنصوره واصلا ملوش رصيد ومركون بقاله شهرين واكتر. ما حصلش ده كده كده كده. يبقى انا هبلغ النيابه عن مدحت، لانه اداني معلومات غلط، ولانه شوه سمعه راجل شريف زيك. ازاي تقول لخالتك الكلام ده؟ بقى ده جزاء اني خدمتك. عاوز توديني في داهيه؟ خالتي مين؟ انا ماليش خالات. امال الست العجوزه دي تبقى مين؟ وايه اللي عرفها اللي بينا؟ انا ما فتحتش بقي قدام اي حد. مراتي نفسها ما تعرفش. يبقى في حد شم ريحه الموضوع. عشان كده المليون جنيه لازم ترجع يا مدحت، والا هيكون مصيره ومصيرك السجن. الفلوس دي لازم ترجع في بحر 48 ساعه. فاهم يا مدحت؟ قولي لي اتكلمت مع مين عن حكايه القرض اللي اخدته من البنك؟ انطقي.
قرض ايه وبنك ايه؟ انا ما عنديش فكره عن شغلك خالص. امال مين الست العجوزه اللي راحت لمدير البنك دي؟ مين؟ انطقي كلامي. انا عارفك لسانك طويل وما بيسكتش. لا انت زوجتها قوي. انظر نسيت انا مين. خلاص خلاص هيتخرب بيتي. ايه الحكايه يا مدحت؟ انا اصلي اخدت قرض 1,000,000 جنيه من البنك بدون ضمانات زي العاده وبسدد براحتي وحطيت كل الفلوس في مشروع المدينه السكنيه ونتيجه اللي حصل ده لازم ارجع المبلغ. خلاص ما ترجع. منين؟ بقولك صرفت كله على مواد البنا ورمي الاساس، يعني علشان ارجعه لازم ابيع حاجات كتير جدا وباي سعر او اشهد افلاسي. عاوز اعرف، عاوز اعرف مين اللي بيعمل فيا كده؟ مين اللي من مصلحته اللي حطمني؟ اكيد واحد من اللي انت حاولت قبل كده هو تخرب بيوتهم. تفتكر هيسيبوك؟ طب ازاي بيعرفوا اسراري ازاي؟ من مين؟ مع عاطفه تمنياتي بالخراب والدمار. مين اللي جاب الواد ده؟ المره دي واحد تاني يا فندم. ما سالتش هو مين؟ مهر محل؟ ماشي يعني ايه؟ اي حد يجيب اي حاجه تاني لازم تساله منين ومن انهي محل. حاضر يا فندم. ما تنرفزش نفسك، تعالى نفطر. ماليش نفس. يا رجلي طول النهار نلف في الشوارع نحب بعض. معقوله؟ ده حب تلامذه ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ هو عايش مع اهله وانا عايشه مع خالتي زي ما انت عارفه. طب اللي يحل لك المشكله دي ازاي؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده مفتاح الشقه بتاعتي، كنت باجرها زمان مفروش لكن دلوقتي بتنفع. انت رقيقه قوي يا صافي، انا مش عارفه اشكرك ازاي، بس انا خايفه تكوني محتاجاه. لا اطمني، قدامك كل ايام الاسبوع ما عدا السبت والحد بالنهار. حاضر. قلت لك عايزه اطلع يعني عايزه اطلع. وانا مش هطلع. يعني مش طايقك يا اخي؟ هتعيش معايا بالعافيه؟ بكرهك يا بني ادم، بكرهك. مش مهم. امال ايه عندك المهم؟ المهم انك تفضلي مراتي. انا راجل اعمال وطلعنا ممكن ياثر على سمعتي ومشاريعي في السوق. الا اذا الا اذا ايه يا بيه؟ دفعتي لي 100,000 جنيه. ايه؟ مش هدفع لك مليم واحد. خلاص بلاش، انا شخصيا مش متضايق. استني بقى لغايه ما ازهق واطلعك بدون مقابل، او انت تزهقي وتدفعي لي 100,000 جنيه. مش فاهم ايه اللي خلى شركتكم تغير موقفها بالشكل ده. احنا مش اتفقنا ان احنا ناجل سداد الكمبيالات دي؟ والله انا مش داخل الموضوع ده. عندك رئيس مجلس الاداره حضرتك تقدر تتفاهم معاه. انا ما عليا غير اني اعمل سيادتك وبعدين اتخذ قرار العكس. طيب مش ممكن يعني تدوني فرصه اسبوع؟ اسبوع واحد احاول اتفاهم مع رئيس مجلس الاداره. بركه فيك انت برضه يا استاذ احمد، وانا مش هسالك الجميل ده ابدا. اسبوع اسبوع بس ادبر نفسي. ربنا يسهل. ساعتها هيكون لك عندي كادو، كادو كبير قوي قوي. واو. مع السلامه. شرفت يا سيدي. أهلا إسماعيل بيه. أهلا إسماعيل بيه، بس ما نتفرقش كده. في شرط جزائي أيوة في العقد، لكن حضرتك عارف الظروف؟ يا إسماعيل بيه تصرف زي ده هيأثر كتير على موقف الشركة المالي. بس ده انهيار بالنسبة لي يا إسماعيل بيه. اجيب لك فلوس منين؟ انت ناسي اللي اخدته ونكرته؟
انا مستعد المره دي اكتب لك ايميلات شيكات وصولات امانه. الديانه يحجزوا على الشركه يا صافي. الشركه دي انا ماليش دعوه بيها. انت ناسي ان انت عملتها بمجهودك؟ زي ما كانت بتاعتك وهي مليانه فلوس، اشربها بقى وهي فلسانه. من النهارده هتبقى كل حاجه بشرطك. هكتب لك نص الشركه، مستعد كمان اخليكي مدير عام الشركه. عن اذنك انا مش فاضيه. رايحه فين؟ عندي ميعاد مع واحده صاحبتي. هي حكايه خروجك كتير اليومين دول. بحاول اخرج من الجو الكئيب اللي انت معايشني فيه. عن اذنك. دي مستقلتك انت كمان؟ لا يا فندم، ده واحد دهون دلوقتي جالي، ده مهم جدا عشان حضرتك. طب روح انت. الو عباس، فين مدام؟ خرجت انت؟
اعمل لك تليفون. باي. ممكن اقتلك انت وهو، لكن فكرت بحالي، لقيت اننا هنخسر احنا الاثنين. انت حياتك وانا مستقبلي. الانسان اللي يفكر بعواطفه ويندفع موقف زي ده يبقى انسان ضعيف، مش عارف اصول اللعبه كويس. لان الحياه لعبه. انت غلطتي بس انا كمان غلط، اتسهلت معاكي، اديتك حريه انت استعملتيها غلط. عايز تقول ايه؟ اوصل. ما تقطعنيش. معنى اني هادي ومتماسك قدامك اني ما جواهيش بركان بيغلي، انا جوايا وحش عاوز يدمر كل شيء. خسرت كل حاجه، كبريائي، كرامتي، لكن انا اتعلمت ان اي خساره اخسرها لازم احولها لمكسب، ولو حد ادنى من المكسب. انت دلوقتي ما تقدرش تعمل لي اي حاجه، فات الوقت ده خلاص. بس لازم تفهم حاجة مهمة، إني بكرهك وإنت اللي كرهتني فيك. إهمالك ليا، جريك ورا الفلوس، عدم إحساسك بمشاعري، وأنا ياما حذرتك، قلت لك طريقتك دي معايا هي اللي هتوصلني لكده. ودلوقتي إنت عايز إيه بقى؟ ما تطلعني أتحافظ على كرامتك. أبقى غلطان لو عملت كده، لأنك هتتجوزي عشيقك زي ما اتجوزتيني قبل كده. بس أنا أقوى من إني أموت زي جوزك الأولاني، وأذكى من إني أديك الفرصة. هننسى اللي فات، الزمن هينسهولنا، لان اهم حاجة عندي دلوقتي موقفي اللي انا فيه. شركتي مديونة، موقفي المادي منهار، يعني هيشهر افلاسي في خلال اسبوع، وانا دلوقتي محتاج 250,000 جنيه علشان اعدي الظروف دي واقف على رجليا من تاني. اظن ان اقل حاجة تعمليها وانت في موقفك ده
انك تدفعي المبلغ ده ونحاول نحاول نبتدي من جديد. انا عمري في حياتي ما شفت انسان زيك. انا بستخسر كل لحظه قضيتها معاك، بكره كل حته في جسمي لمستها في يوم من الايام. حضرتك عايز ايه؟ تستغل الموقف ده وتكسب مني؟ لكن بعينك انا اللي هسيبك ومش هدفع لك ولا مليم. انا اللي هطلع واقول للناس كلها انك ظبطتني مع شيء وسكت. هفضحك، مش هتهمني تفضحتي. انا المهم عندي دلوقتي ان انا اشهر بيك لاني بحتكرك. سامع؟ انا بحتكرك. بعد الايام اللي فاتت. طب ليه ما حاولتش تتصلي بيا؟ انا كنت محتاج لك قوي يا حنان. صوري عشان انا ندمان قد ايه على اللي عملته في حقك. حاسس ان ربنا بينتقم مني على اللي عملته فيكي. انا كنت طول عمري محتاج لك يا حنان، بس دلوقتي انا محتاج لك اكتر واكتر. يا ريت تنسي اللي فات وتستنيني لحد ما اخرج. انسى اللي فات؟ ياه، ده انت ما قدرتش تستنيني سنتين. عايزني استناك 15 سنة؟ انا جيت هنا علشان اشوفك في مكانك الطبيعي، في المكان اللي يستاهل انسان زيك. طبعا عرفت دلوقتي من اللي جابك هنا. وين اللي كان بيبعتلك الوعد؟